بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 26. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مسائل العقيدة المهمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إكراما لهم لما آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه، وإنما آمنوا به اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبموجب النظر في آياته ومخلوقاته أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، ما توجد نفسها ولا توجدها الطبيعة، الطبيعة مخلوقة فكيف تخلق؟ فكل هذا الكون خلق لله جل وعلا، والله هو الخالق وحده لا شريك له، وهذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو برهان ومتضمن لتوحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، أو هو بالعكس، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. هذه العلاقة بين نوعي التوحيد، هذه هي العلاقة، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الألوهية، أو متضمن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذه هي العلاقة بين نوعي التوحيد. فهذا الكون وهذه المخلوقات المرئية وغير المرئية تدل بدلالة الاستلزام لتوحيد الألوهية، فالذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن، والفرق بين التضمن والالتزام دلالة الشيء على شيء داخل في معناه يسمى تضمنا،
ودلالة الشيء على ودلالة الشيء على شيء مستلزم لمعناه، هذه دلالة الاستلزام. بينهما علاقات بين هذا وهذا، فالخلق لا بد له من خالق، قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. سلم يعني إلى السماء، هم يرقون للسماء بسلم؟ لا، الوحي ينزل من الله جل وعلا إلى رسله، ورسله يبلغون الأمم ما نزل إليهم من ربهم، والله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من وراء هذا الخلق من نتيجة، لا بد هذا الخلق له نتيجة، وهذه النتيجة في الآخرة. الدنيا ما نشوف فيها شيء من كثير شيء، لا نرى فيها شيئا كثيرا من الآثار، ولكن الآخرة يظهر فيها أثر الربوبية وأثر الألوهية، وتظهر فيها الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منهم نفي الرؤية عن غيرهم. أي نعم، تخصيص أهل الجنة بالرؤية الله يفهم منه منع الكفار، لأن الله خص بها المؤمنين، دل هذا على أن الكفار لا يرون ربهم. وقد جاء هذا صريحا في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته في الآخرة، وكما آمن به المؤمنون أكرموا برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا الذي آمنتم به وأنتم لم تروه ها هو أمامكم، مثل القمر ليلة البدر، ومثل الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ها هو أمامه، ولا يجدون نعيما أعلى من رؤية الله سبحانه وتعالى، أعلى من نعيم الجنة، يتلذذون بها أعظم مما يتلذذون بنعيم الجنة، تقر أعينهم بربهم سبحانه وتعالى ويحبونه، لأنهم يحبونه، والحبيب يحرص على أن يرى محبوبه، لا بد أن يرى محبوبه. نعم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. نعم، هذا متواتر، الأدلة متواترة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، من الكتاب ومن السنة، تواترة، والتواتر هو أعلى درجات الإسناد، متواتر ثم العزيز ثم الغريب ثم الآحاد، هذه يعني أنواع الآحاد كذا: متواتر، عزيز، غريب. نعم. تخصيص أهل الجنة بالذكر
يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. نعم، يرونه في موضعين، يرون ربهم في موضعين. الأول في عرصات القيامة، يعني ساحات، العرصات هي الساحات، في ساحات القيامة التي يحشر فيها الناس ويقومون على أقدامهم 50,000 سنة ينتظرون الحساب، يقفون على أقدامهم 50,000 سنة ينتظرون الحساب، ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليريحهم من المحشر إلى الحساب، لأن الحساب شاق، لأن المحشر شاق، القدم عليها 1,000 قدم من شدة الزحام، والعرق يأخذ منهم، منهم من يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يغطي العرق قدميه، ومنهم من يرتفع العرق في جسمه، هم درجات. فهم يطلبون الشفاعة من الأنبياء، وكلهم يعتذرون إلى أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع لأهل المحشر. وهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة للمؤمنين والكفار، الشفاعة العامة للمؤمنين والكفار في أن يريحهم الله من الوقوف في المحشر ويصرفهم إلى الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت الرؤيا بأدلة كثيرة متواترة في الصحيحين، هذا أعلى درجات الصحة، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أعلى درجات الصحة، ثم من فرد بروايته البخاري، ثم من فرد بروايته مسلم، هذه درجات الصحة. نعم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه، تحية المؤمنين يوم يلقون الله سلام، يسلم عليهم هو سبحانه وتعالى، يسلم عليهم فيقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرفعون رؤوسهم، يغشاهم نور، يغشاهم نور تضيء له الجنة، فيرفعون رؤوسهم ينظرون ما هو هذا النور، فإذا الجبار جل جلاله قد أطل عليهم من فوقه، يسلم عليهم فيردون عليه فيقولون اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يقولون وعليك السلام، لأن الله لا يسلم عليه، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، فلا يسلم على الله، وإنما يدعونه ويتضرعون إليه ويحمدونه ويشكرونه. نعم.
واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. رؤية أهل المحشر من المؤمنين والكفار إذا جاء سبحانه، جاء وأتى لفصل القضاء بين عباده. المؤمنون لا شك أنهم يرونه في عرصات القيامة، وكذلك الكفار يرونه أيضا على قول، والقول الثاني يقول ما يرونه لأن الله حجبهم عن رؤيته إهانة لهم. نعم. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون ولا يراه الكفار بتاتا. نعم، هذا القول الأول. الثاني يراه أهل الموقف، يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ما هي برؤية تلذذ وإنما هي رؤية فيها تخويف، فيها تخويف وفيها خوف من الله ومن عذابه. نعم. الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، يرونه في عرصات القيامة يعني ساحات القيامة إذا جاء لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة أي وظلل من الملائكة يأتون مع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرونه في كل المواقف، أما الكفار فقيل يرونه في عرصات القيامة وقيل لا يرونه، يحجبون عنه سبحانه وتعالى. نعم. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك هذا القول الثالث أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون. من هم المنافقون؟ المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، أبطنوا الكفر. فقيل إنهم يرون الله في القيامة في عرصات القيامة مع المؤمنين لأنهم أظهروا الإيمان فيرونه بموجب إظهارهم للإيمان. نعم. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، تكليمه لأهل الموقف. المؤمنون يكلمهم الله كما تواترت الأحاديث في هذا، يكلمهم ويكلمونه، والكفار لا يكلمهم، تكليم إكرام، وإنما قيل يكلمونه مراجعة من باب المراجعة مع الله سبحانه وتعالى يخاطبونه. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، أما في الدنيا فالله لا يراه أحد بعينه إنما يراه بقلبه وإيمانه، ولا أحد في الدنيا يستطيع رؤية الله لأن أجسامهم لا تتحمل رؤية الله. ولهذا لما سأل موسى ربه، موسى الكليم، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني يعني في هذه الدنيا، لأن لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت، قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني، فهو يرى ولكن في الدنيا لا يراه أحد، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه
للجبل، يعني تجلى الله جل وعلا للجبل، اندك الجبل وصار ترابا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني اندك صار تراب ينهال، وخر موسى صاعقا يعني مغشيا عليه، فلما أفاق من الغشي تاب إلى ربه مما حصل منه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وإن لم أرك فأنا مؤمن بك، بل أنا أول المؤمنين. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك. نعم، في الدنيا لم يراه أحد بعينه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يراه بعينه، يسمع كلامه ولكن لا يراه، لأنه محتجب بالأنوار سبحانه وتعالى، محتجب بالنور. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، قال نور أن أراه، دونه الحجاب، حجاب النور، وفي الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما يستطيع أحد في الدنيا يرى الله سبحانه وتعالى وهو محتجب بالنور عن الملائكة وعن الآدميين، وإن كانوا يسمعون كلامه وهو يسمع كلامهم. نعم. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هل رآه ليلة المعراج أو ما رأى، خلاف، والصحيح أنه لم يره، الصحيح أنه لم يره. سئل أرأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني حجابه النور. نعم. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم بالعين. نعم. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة المعراج، منهم من أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس وجماعة، ومنه والجمهور نفوا أنه رآه ليلة المعراج، لأنه لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه. نعم. وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. نعم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. قاضي عياض المالكي رحمه الله له كتاب اسمه الشفاء في حقوق المصطفى، هو مطبوع وموجود، الشفاء في حقوق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بحث هذه المسألة وهي هل رأى ربه. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله، قاضي عياض اليحصبي. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، في رؤيته لربه ليلة المعراج. نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال قالوا الذين أثبتوا رؤية
الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ماذا أجابوا عن قول عائشة؟ قالوا لم يبلغها الحديث الذي أثبت أن الرسول رأى الله، لم يبلغها الحديث، فهي معذورة في خلافها. نعم. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله. قال يعني عياض. نعم. قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. أن الرسول لم يرى ربه ليلة المعراج. نعم. وهم الأكثر الذين نفوها، هم الأكثر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. اي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. اي نعم. هو روى هذا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه ليلة المعراج، هذا القول الثاني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، يعني ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه رأى ربه بعينه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عطاء رحمه الله عنه رآه بقلبه. عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة والمفتي فيها رحمه الله. نعم. وروى عطاء رحمه الله عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد. أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه ليلة المعراج، والقلب يرى مثل أشد من رؤية العين. نعم. ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص. اي نعم، يعني محل نظر، ما فيه نص قاطع. نعم. والمعول فيه على آية النجم. هذا كلام عطاء، هذا كلام القاضي عياض. نعم. والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. آية النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل. الرسول رأى جبريل على خلقته الملكية ليلة المعراج، رأى جبريل على خلقته الملكية له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق. هو الحق. اي نعم، رجحه المشارح. نعم. فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام. بلا شك أن الرؤية في الدنيا ممكنة، ما هي ممتنعة، ولذلك سألها موسى، ولو كانت ممتنعة لما سألها. نعم. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. نعم. بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى. نعم. وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله. رأى شجرة المنتهى، وسمع صرير الأقلام التي تكتب القضاء والقدر المقدرات، سمع صوت الأقلام التي تكتب المقادير من الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج. نعم. بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. يعني حجبني النور فلم أراه. أنا أراه يعني كيف أراه وحجابه النور. نعم. وفي رواية: رأيت نورا. رأيت نورا وهو الحجاب. نعم. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، إحداها إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يمكن أن ينام، لأنه لو نام لأطبقت المخلوقات بعضها على بعض، تعالى الله عن ذلك، لأنه يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما إن بمعنى ما، إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. عمل الخلائق يرفع إلى الله جل وعلا، أعمال المؤمنين وأعمال الكفار ترفع إلى الله عز وجل. نعم. حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. فيكون والله أعلم معنى قوله، معنى قوله لأبي ذر فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر. لا عوده. نعم. قوله فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا، أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله رأيت نورا اللي هو الحجاب، حجاب الله جل وعلا، حجابه النور. نعم. ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، يمنع النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه. نعم. أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. نعم. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. نعم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، على أن الرسول لم ير ربه ليلة المعراج. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل عليه السلام أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. إيه نعم. هل جبريل يرى ربه اللي هو مقدم الملائكة وهو الروح القدس؟ الله جل وعلا يوحي إليه بالوحي، يبلغه إلى الرسل، ولكن جبريل لم يرى ربه، لم يثبت أن جبريل رأى ربه، إنما يوحي إليه سبحانه وتعالى ويخاطبه أيضا ويسمع كلامه. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل عليه السلام أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. فإذا كان جبريل لم يثبت أنه رأى ربه فكيف بغيره من المخلوقين؟ نعم. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. أي نعم. نبوة الأنبياء لا تتوقف على أنهم يرون الله، يوحي إليهم سبحانه وتعالى، يوحي إليهم فيحملون الوحي بما سمعوه من الله سبحانه دون أن يروه. نعم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية،
يعني يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم من غير إحاطة، من غير إحاطة، يعني لا يرون كمال الله جل وعلا، كمال ذات الله، لا يرون كمال ذات الله. وهذا حتى في الخلق، أنت ترى الشمس هل تحيط بها؟ لا تحيط بها. فإذا كان هذا في الشمس وهي مخلوقة، فكيف المؤمن يحيط بالله جل وعلا بالرؤية؟ يراه لكن ما يحيط به، ولا تلازم بين الرؤية والإحاطة. نعم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا عرفنا الإحاطة، والكيفية كيفية هي الشيء الذي يكون عليه المرئي، الشيء الذي يكون عليه المرئي، هذه الكيفية، الحقيقة تسمى الحقيقة وتسمى الكيفية. نعم. هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه. نعم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه، عظمة الله جل وعلا وبهائه بالنور الذي لا تخترقه الأبصار. نعم. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، لا تدركه الأبصار. بعض المعطلة يقول ينفي الرؤية، يقول هذه الآية تدل على أن الله لا يرى، نقول له لا، لا تلازم بين الرؤية والإحاطة، أنت ترى الشيء ولا تحيط به. مثلا الشمس أنت تحيط بها، تراها لكن ما تحيط بها. نعم. كما يعلم ولا يحاط به علما. اي نعم. قال تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. نعم. وقال تعالى ليس معناها لا تراه كما يقوله المعطلة، ولكن تراه ولكنها لا تحيط به. نعم. وقال تعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ما أحد علمه يحيط بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراد الله، إذا كان لا يحيطون به علما أيضا لا يحيطون به رؤية. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراد الله علمه، قول الطحاوي. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراد الله علمه. نعم. إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يقول الطحاوي رحمه الله لا ندخل وتفسير لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني صفات الله عز وجل لا ندخل فيها بالتأويل، وإنما نثبتها كما جاءت. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا. اي نعم، اي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. نعم، لأنهم نفوا الرؤية بأهوائهم، ما عندهم دليل، إنما أهواؤهم نفوا بها الرؤية والعياذ بالله، وقالوا عن الله بغير علم. نعم. كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. نعم، المعتزلة لهم تأويلات باطلة في نفي الصفات ونفي الأمور الغيبية، الأمور الغيبية يعني يتكلمون فيها بغير علم. نعم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق. سموا معتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، كان من تلاميذ
الحسن البصري. فلما سئل الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين سألوه عن مرتكب الكبيرة هل يخلد في النار، مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يعذب لكن لا يخلد، يخرج من النار كما دلت على ذلك الأدلة. المعتزلة يقولون لا، ما يخرج من النار أحد، من دخلها لا يخرج منها بأهوائهم، ما عندهم دليل عليه، يخرج منها، يخرجون كالفحم ويلقون في نهر الحياة حتى تنبت أجسامهم، فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. الذين استحقوا العذاب من المؤمنين يعذبون في النار، وقد يطول عذابهم مدة عذابهم، لكن لا يخلدون فيها، يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما بانتهاء أجل عذابهم، فيخرجون من النار فحما محترقين. فإذا تكاملت أجسامهم ونبتت أذن لهم بدخول الجنة، فيكونون آخر أهل الجنة دخولا. نعم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. التأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، وتأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى ليس هو معناه، وهذا عند المعتزلة يصرفون النصوص إلى معاني ليست هي معانيها فأولوها. نعم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. أي نعم، مثل قوله وما يعلم تأويله يعني تفسيره، تأويل يطلق بمعنى التفسير. نعم. والفاسد المخالف له، والفاسد التأويل الفاسد المخالف للتفسير الصحيح، المخالف للتفسير الصحيح هذا ما يسمى تفسيرا، يسمى تأويلا فاسدا. نعم. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. نعم، التأويل إن دل عليه دليل فهو صحيح، تفسير يسمى تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه باطل، تأويل باطل، وهذا الذي عند المعتزلة التأويل الباطل. نعم. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. أي نعم، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. لو ها حتى أي لا يوقع السامع، لا قبل، إذ لو قصده، لو قصد التأويل الفاسد، لو قصد التأويل الفاسد في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ما يقصد التأويل الفاسد، يقصد التأويل الصحيح وهو التفسير. نعم. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. لو كان المعنى غير مراد، لو كان معنى الكلام غير مراد لا بد أن يبين أنه غير مراد بقرائن بدلائل، ما دام ما دل دليل على صرف اللفظ عن ظاهره فإنه يبقى على ظاهره. نعم. حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. أي نعم، كيف يفهم من كلامه معنى يتطابق معه ويكون الله ما أراد هذا؟ إذن الله يخاطبنا بما لا نعلم وما لا نفهم،
تعالى الله عن ذلك. نعم. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى. اي نعم، والبيان يعلم معناه وهدى يعلم معناه. نعم. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. اي نعم. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. نعم، تأويل، التأويل هو الإخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء تفسير، إنما هو إخبار عن المعنى وليس هو التفسير. نعم. وفي هذا الموضوع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. نعم، ما أنزل الله القرآن بلغة لا نفهمها، خاطبنا بلغتنا فنحن نعلم معنى الكلمات القرآنية بموجب اللغة العربية التي نزل بها. نعم. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم. نعم. فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. نعم، إذا كان المتكلم فسر الكلام بغير تفسيره الصحيح صار هذا خطأ منه لا يقبل. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. تفسير القرآن على وجوه، تفسير القرآن على وجوه، فسر القرآن بالقرآن هذا أول شيء، فسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثاني، يفسر القرآن بما أجمع عليه العلماء، يفسر القرآن بمقتضى الكلام الذي نزل به. نعم، هذه الوجوه الأربعة، فسر باللغة العربية التي نزل بها. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. نعم، يفسر بالقرآن. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع اللغوي، بالوضع اللغوي. نعم. ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. ولا يبين الله جل وعلا. نعم. ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. تصحب الكلام، إذا أراد الله بالكلام شيئا غير ظاهره فلا بد أن يجعل ما يدل على ذلك من نفس الكلام. نعم. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ هذا الأصل، الأصل أن يراد بالكلام معناه اللغوي. نعم. كقوله وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، تكليم تأكيد لئلا يقال إنه كلمه بمعنى إنه أوحى إليه فقط، ولذلك يسمى موسى كليم الله، يكلمه ربه أينما ذهب وأينما جاء يناديه يا موسى يا موسى قل كذا افعل كذا، اختص موسى بهذا عليه الصلاة والسلام.
وهذا فضيلة لها على سائر الأنبياء. نعم. كقوله وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا نفي للتأويل، تكليما هذا تأكيد مصدر مؤكد للمعنى. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس. ترون ربكم كما في الحديث، ترون ربكم عيانا يعني لا ترونه بقلوبكم فقط، ترونه بأعينكم إكراما لكم. نعم. إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. نعم، حديث الصحيح. نعم. فهذا مما يقطع السامع في مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. نعم، ما في شيء يصرفه عن ظاهره. نعم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. نعم. وأما المتكلم يعني هو يقصد الله كان صادقا، يقصد المتكلم، أي متكلم. نعم. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. إذا فسر الكلام بغير معناه، بغير معناه ومن غير قرينة تدل على هذا التفسير الذي جاء به فهو تفسير باطل، باطل. نعم. وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم. وحقيقة صادر عن رأي الإنسان وعن هواه. وهل الإنسان يفسر كلام الله برأيه هو؟ يفسره بهواه؟ لا، المسلم لا يفعل هذا. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. نؤوله بكذا، ورما يقول نفسره بكذا، لأن التأويل محتمل. نعم. نعم. فإن منازعه لما احتج عليه به فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه. نعم. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. نعم، ما لا يجوز الكلام هذا، ما يقول نحمله على كذا نؤوله بكذا، بل نقول نفسره بكذا، نؤوله بكذا، يعني تأويل بمعنى التفسير هنا. نعم. هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. يروى أن معتزليا جاء إلى ابن عامر أحد القراء، جاء إلى ابن عامر أحد القراء السبع، قال له أريدك أن تقرأ هذه الآية على كذا وكذا، كلم الله موسى تكليما، أريدك أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما، يكون المكلم من هو؟ موسى كلم الله. قال له هبني قرأتها هكذا، ماذا تقول؟ فلما جاء موسى وكلمه ربه، عند ذلك انقطع المعتزلي وانخصم والحمد لله، كلمه ربه. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به
ولم يمكنه دفع وروده ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه. أي نعم، لما لم يمكنه دفع ورود الآية ونزولها من عند الله أراد أن يدفعها بالتأويل الباطل، ولا يمكنه ذلك. التأويل الباطل ما يمكن يقبل. نعم. وقال أحمله على خلاف ظاهره. ليش تحمله على خلاف ظاهره؟ هذا تأويل، تأويل باطل. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد. طيب، نقف على هذا، على هذا الموقف. نعم. أحسن الله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من يدخل النار هل يرون الله من العصاة أم يحرمون رؤيته؟ يرونه وهم في النار؟ هذا مستحيل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نقول، كيف نرد على من يقول أن السلف لم يختلفوا في أصول الاعتقاد لكن اختلفوا في فروع الاعتقاد؟ هذا كذب، هذا كذب مردود وباطل ولا نقبله. السلف لم يختلفوا في الاعتقاد لا في فروعه ولا في أصوله، مجمعون عليه. نعم. ثم يقول: ويمثلون على اختلافهم. هذا ما قال به أحد من الأولين والعرب، هذا محدث جديد قائله جاهل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق، يقول لم يتضح له الفرق بين الرؤية والإحاطة؟ هي يتضح بعدين، تأملها ويتضح لك إن شاء الله. إحنا شرحناها ولا نعيد الشرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الوقوف يوم القيامة حسابه بالسنين كسني الدنيا؟ أي 1000 سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى سبحات وجه الله سبحانه وتعالى؟ سبحات الأنوار يا أخي، سبحات الأنوار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إلى أين يعود الضمير في قوله ما انتهى إليه بصره؟ الله جل وعلا، بصر الله جل وعلا، الله سميع بصير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك رؤيتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ أي نعم، يعني في غير يعني فتنة مضلة ولا أهواء. نعم. من غير ضراء مضرة، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يكون يرى ربه وهو منشرح الصدر وهو مرتاح، ليس عنده ما يكدره لأجل أن يتلذذ برؤية الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يرى الله في المنام؟ نعم، قد يرى في المنام. الذي يعرف أسماء الله وصفاته يراه في المنام، قد يراه في المنام. أما الذي لا يعرف أسماء الله وصفاته قد يأتيه الشيطان ويقول: أنا الله،
يقول له أنا الله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف أسماء الرسول وصفات الرسول ويميزه عن غيره أيضا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية. أما الذي لا يعرف أسماء الرسول وصفات الرسول قد يأتيه الشيطان يقول أنا الرسول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في قوله تعالى فلما تجلى للجبل ربه، فلما تجلى ربه للجبل، ما معنى التجلي؟ يقول الأنواع، أن الله ظهر للجبل، ظهر للجبل، ظهر للجبل. فلما ظهر الله جل وعلا للجبل جعله دكا، صار ترابا. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول الله بذاته ما تجلى للجبل، إنما تجلت أنواره للجبل، وهذا محل نظر والله أعلم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل اتفاق السلف رحمهم الله أن الله لا يرى في الدنيا، هل يشمل ذلك الملائكة؟ إيه نعم، يشمل الملائكة. نعم، الله احتجب بالنور عن الملائكة وعن بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل رؤية الله في المنام تكون على صورته الحقيقية؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل نثبت لله صفة النور وصفة الحجاب؟ إيه، ولا تثبتها، ما اللي يمنعك ما تثبتها وهي بنصوص صحيحة؟ إلا إنسان بقلبك ريب أو شك، اسأل الله الهداية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف نرد على من يقول أن الله في كل مكان استدلالا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ آمنتم من في السماء، من هو اللي في السماء؟ ها؟ الله، فوصف نفسه بأنه في السماء في آيتين بل أكثر، فهو في السماء فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه؟ اسأله يا أخي، إذا لقيت ابن عباس فاسأله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة مطلقا؟ نعم. يقول هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة مطلقا؟ أي نعم، إذا كان ما يؤمن بالنصوص والآيات هو يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لكن تأويل، إذا كان متأول يصير ضال وليس بكافر، متأول يصير التأويل عذر له يدفع عنه الكفر ويصير ضال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صرير الأقلام في المعراج؟ إيه نعم، سمعها وجفت بعدما سمعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول
يقول بعضهم أن الله لا ينام لأن النوم صفة نقص لله، والله سبحانه منزه عن النقص. هو كمال للمخلوق، اللي ما ينام من المخلوقين هذا نقص، نقص في صحته وفي عافيته، أما نفي النوم عن الله فهو كمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ولهذا يقولون كل نفي لا يستلزم كمالا فإن الله لا يوصف به، كل نفي لا يستلزم كمالا فإن الله لا يوصف به، لأن النفي المحض هذا عدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقط أم يشفع للأمم السابقة؟ الشفاعة العظمى عامة للمؤمنين والكفار، أن يريحهم الله من المحشر إلى الحساب، هذه عامة للمؤمنين والكفار، أما بقية الشفاعات فإنها خاصة بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل رأى الإمام أحمد ربه في المنام؟ نعم، يروى عنه هذا، يروى عنه هذا رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هو إمام جامع في إحدى الدول، والجامع مخصص من قبل الوزارة للقراءة بالقراءات في الفروض والتراويح، وهذا توجه الدولة وهو نشر علم القراءات، يقول فهل ثمة مانع من القراءة بالقراءات إذا كان الناس يعلمون بأنه سيقرأ بها ومصرح له من الدولة؟ لا تصير إماما بها المسجد، لا تصير إماما به، تجنبه، دور مسجد غيره، ما في فرضيات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم من قتل غيره في التفحيط؟ إذا كان متعمد هو قتل عمد، إذا كان ما تعمد هو قتل خطأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أشتري سيارة بنية الاستخدام، وإذا جاءني فيها سعر مناسب بعتها، فكيف أخرج زكاتها إن كان فيها زكاة؟ إذا تم عليها حول وأن تناويها للبيع زكية، سواء بعتها أو ما بعد بعتها، تم عليها حول وهي منوية للبيع زكيها، وتزكي حصيلتها الأجورات أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا سقط سر المولود، الحبل السري للمولود، هل يدفن في المقبرة؟ هل يدفن في المقبرة؟ اي نعم، كل أجزاء بني آدم تدفن في المقبرة. اي نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يصح أن الجن قتلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ يقول هل يصح أن الجن قتلوا سعد بن عبادة؟ اي نعم، اي نعم، قتلوا في الشام، قتلوه في الشام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تجوز الشهادة لشخص من الصالحين بقول ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم؟ يقول هل تجوز الشهادة؟ ما يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وش دريت أنه ما يضره؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول هذا سؤال من بلجيكا، يقول إحدى النساء وجدت وظيفة تتضمن الاتصال بالرجال عبر الهاتف، هل في ذلك بأس؟ اي نعم، لا تتولى على الرجال، لا تتولى على الرجال، تتولى على النساء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من هولندا، يقول هل يجوز العمل في الشركات التي تحول أموالا وذلك بمبلغ مقابل عملية التحويل دون وجود الربا؟ هي يجوز أخذ العوض على الحوالة، يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا في معظم أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية ويدعون باللهم اهدنا فيمن هديت، يقول هل هذا مشروع وماذا يفعل؟ يرى بعض الأئمة، يعني الإمام الشافعي يرى هذا، والشافعية يقنتون، والمالكية يقنتون أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أريد أن أتصدق لأحد الأموات. يقول: أريد أن أتصدق لأحد الأموات، هل يدخل في الرياء إذا أخبرت الناس بتلك الصدقة؟ إيه نعم، والشغل تخبرهم أخف عملك يا أخي، وهذا أدعى للإخلاص، لا تخبر الناس بعملك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مسافر ووجد جماعة يصلون العشاء فصلى معهم العشاء ثم صلى بعدها المغرب، فهل فعله صحيح أم لا بد من الترتيب؟ لا ما هو صحيح، كان دخل معهم بنية المغرب، يجوز يدخل معهم بنية المغرب، أما أن يدخل معهم بنية صلاة هو ما صلى التي قبلها لا يجوز هذا. نعم، ترصيب بين الفرائض واجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أحضر للدرس من خارج الرياض مسافة قصر، فأصلي المغرب مع الجماعة ثم أصلي العشاء قصرا، أو أدخل في جماعة مع جماعة أخرى لأجل أن أمشي عند الأذان، يقول لأخرج قبل زحام السيارات، يقول هل فعلي صحيح؟ ما تخرجون من المسجد بعد الأذان، ما يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن له حاجة يقضيها ويرجع للمسجد. نعم. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا، أو هو أنس بن مالك، لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.